السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن الفنان محمود المليجي، ويعتبر محمود المليجي من أهم الممثلين في السينما المصرية اللي قدروا يجسدوا دور الشر ويخلي الناس تكرهه وهو شرير وتحبه في الأدوار الطيبة. تعالوا معايا وانتوا هتعرفوا القصة والحكاية وكملوا الفيديو للنهاية. محمود المليجي. يعتبر محمود المليجي من أهم الفنانين اللي قاموا بأدوار الشر والأدوار الطيبة برضك. اتولد محمود المليجي سنة 1910 في حي المغربلين بمحافظة القاهرة، وينتمي أصوله إلى عيلة مليج بمحافظة المنوفية. بدأ حياته الفنية وهو في المدرسة الابتدائية. كانوا جايبين لهم في المدرسة الابتدائية مدرب تمثيل، وشافته فاطمة رشدي وهو بيمثل في المدرسة فأعجبت بيه جدا، فقالت له تعالى معايا الفرقة بتاعتي، منك ان انت هتشتغل وكمان ان انت هتتعلم التمثيل اكتر. اشتغل في البوفيه يعمل لهم شاي وقهوة بمرتب 4 جنيه في الشهر. فلما كبر شوية رشحته ان هو يقوم بأدوار الفتى الاول في المسرحيات بتاعتها. ولما كبر اكتر ساب التعليم خالص، لان مش بقى موفق ما بين المدرسة وما بين التمثيل، لانه كان بيعشق حاجة اسمها تمثيل. المهم رشحته الفيلم الزواج على الطريقة الحديثة، والفيلم ما نالش نجاح كبير ولا حاجة، الفيلم بالعربي كده سقط وما نجحش، فساب الفرقة وراح لفرقة رمسيس ومثل مع الفنانة أم كلثوم بعد كده في فيلم وداد، ومثل مع الفنان يوسف وهبي في فيلم ليلى ممطرة. وبدأت رحلة محمود المليجي تبتدي على شكل أوسع، وكل المنتجين وكل المخرجين بقوا يتهافتوا على محمود المليجي، لأن ما كانش في حد على الساحة في الوقت ده بيقوم بالأدوار دي بالإتقان الشديد ده إلا محمود المليجي. فظهر بعد فترة فريد شوقي، فبدأ يرشحه محمود المليجي للمخرجين لما يلاقي الضغط عليه شديد. محمود المليجي كان بيعمل في الشهر 5-6 أفلام، كان عليه الطلب بطريقة فظيعة جدا، فبدأ يرشح فريد شوقي مكانه. كان بيقول للمخرجين في ولد شباب لسه طالع اسمه فريد شوقي هيأدي الغرض وهيقول الكلام بشكل كويس وكمان سعره رخيص. قالها فريد شوقي قبل كده، قال ان انا كنت في البداية باخد الادوار الفائضة من محمود المليجي، لحد ما في سنة من السنين فرملت وقلت انا لازم اغير اتجاهي. ده فريد شوقي اللي قال كده وعلى لسانه، وكان بيشيد بمحمود المليجي اشادة جامدة. محمود المليجي يا جماعة الفنان الوحيد اللي عمل 750 عمل فني. تخيلوا حجم الأعمال اللي عملها محمود المليجي، من أفلام سينمائية لمسرحيات لإذاعة لتلفزيون، عمل كمية ضخمة جدا من الأعمال. محمود المليجي بدايته في السينما كانت سنة 1932 أو 34، وكان زي ما أنا قلت لكم الفيلم اللي هو عامله الزواج على الطريقة الحديثة، وآخر أعماله الفنية كان فيلم أيوب سنة 1983، ومات وهو بيمثل، كان بيشرب فنجان قهوة وكان جنبه الفنان عمر الشريف. فالمهم طب مرة واحدة كده مات من غير أي بوادر، اجت له سكتة قلبية ومات على أثرها، عامل زي المحارب مات في ميدان المعركة. محمود المليجي ما ننسلوش أبدا دوره العظيم في فيلم الأرض. اختاروا يوسف شاهين لبطولة فيلم الأرض سنة 1970، وأشاد بأدائه جدا، قال إن هو ممثل مش عادي، ممثل عادي. أهم الجوائز اللي حصل عليها محمود المليجي: وسام العلوم والفنون عام 1946، وسام الأرز من لبنان عن مجمل الأعمال الفنية في العام نفسه، وقد كرمته الدولة المصرية تقديرا لجهوده والدور البارز في مجال الفن، فحصل على جوائز عدة، منها الميدالية الذهبية للرواد الأوائل وجائزة الدولة التشجيعية في التمثيل عام 1972،
وشهادة تقدير في عين الفن عام 1977، كما عين في مجلس الشورى، وذلك في عام 1980. زي ما انتوا شفتوا كده، ده بداية محمود المليجي بالتوضيح بالتقرير بتاعنا ده. محمود المليجي في بداياته يا جماعة هو كان عاشق للمسرح وكان عاشق للتمثيل، فلما راح لفرقة رمسيس اشتغل ملقن. شايفين الراجل اللي بيجي ورا تحت الممثلين كده في جنب ويلقنهم الكلام اللي في السيناريو؟ اشتغل ملقن بكام؟ ب10 جنيه في الشهر. دي كان بدايته. وبعد كده لما طلع ومثل اتفتحت الدنيا معاه للآخر. عمل مع فريد شوقي حوالي عن أكتر من 300 فيلم. ده فريد شوقي اللي بيقول. مش كل الأفلام اللي بتتعرض دي يا جماعة هي اللي موجودة، بس في أعمال كتير في السينما أو في التلفزيون ما عرفش يجيب النسخ الأصلية بتاعتها فغايبة عننا. مش ده كل الأفلام اللي احنا بنتفرج عليها. فريد شوقي بيقول كان عملاق في التمثيل، عمل معاه دويتو كده أكشن في الشر، كان بيقول هو وزكي رستم كانوا مبدعين جدا في جميع الأدوار اللي قدموها. تعالوا نسمع كلام فريد شوقي اللي بيقوله على محمود المليجي ونرجع نكمل كلامنا تاني. فكان بيشتغل في الشهر 4-5 افلام، فكان لما يعني يضيق عليه الخناق قوي والمنتجين طالبينه والمخرجين طالبينه كان دايما يرشحني للادوار الفائضه من محمود المليجي. يعني يقول لهم في ولد جديد طالع اسمه فريد شوقي ابن حلال ورخيص وكويس وهيقول وهيأدي اللي انتوا عاوزينه بالظبط. ورجعنا لكم تاني من جديد، وانتوا سمعتوا طبعا معايا دلوقتي الفنان فريد شوقي قال ايه على محمود المليجي. محمود المليجي رغم ادوار الشر اللي حصلوا فيها، رغم ان كان طيب جدا، طيب للغايه، وكان خجول، ده كلام كل زمايله قالوا ان محمود المليجي رغم ادوار الشر اللي كان بيقدمها بس كان طيب وكان صادق في مشاعره وكان صادق في كل مشهد بيقوله. كان بتقمص الشخصية بطريقة غير عادية. ليه أعمال كتير لا تذكر ولا تحصى. محمود المليجي يا جماعة ساب بصمة مش هننساها وساب علامة في السينما المصرية. يا ريت السينما بتاعتنا ترجع زي ما كانت، تدي رسائل هادفة ومواضيع حقيقية، سلبيات وإيجابيات المجتمع اللي احنا عايشين فيه. احنا في الفترة اللي احنا بنعصرها دلوقتي كل سنة بيتعمل فيلم وبيلم كل الممثلين يعملوا فيلم واحد، مفيش انتاج سينمائي قوي زي زمان. محمود المليجي كان في يعني سنة من ضمن السنين كان ممكن يعمل له 20 فيلم في نفس السنة. ده السينما بتاعت زمان. الله يرحم زمان وأيام زمان. النهاردة كنا بنتكلم عن حياة ونشأة الفنان الجميل محمود المليجي. لو عجبك الفيديو ما تبخلش عليا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل ما هو جديد. واشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.